السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي مشاهدين قناة سهل ولذيذ مع وفاء. النهاردة بقى جينا بوصفة جديدة وحاجة جميلة أول مرة نعملها في القناة، تعجبكم جدا جدا جدا. يلا معانا اتفرجوا على الفيديو الجميل الشيق ده وياريت تتابعوه للآخر. جبنا لكم الوصفة اللذيذة والسهلة والبسيطة دي النهاردة معانا، قلنا ايه تجربوها ان شاء الله بنفسكم وتحكموا عليها. شايفين حبايبي دي السينابون رول او بيسموه السينامون، ده حاجة بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا معاه الصوص الكريمة بتاعه. ما عملناش جبنة كريمي ولا اي حاجة، احنا عملناه بابسط طرق وبطريقة اقتصادية جدا جدا هتعجبكم. وبرضو عملنا صوص الكراميل وهتشوفوا معانا عملناه ازاي، وعملنا الصوص الجميل الكريمي ده ازاي. يلا معايا بقى عشان تتابعوا الفيديو وتشوفوا الوصفة العسل اللي احنا عملناها ديت، وصدقيني بعد ما تتفرجي على الفيديو هتحبي تقومي تعمليه دلوقتي حالا. شايفين الهشاشه بتاعت السينابون بتاعنا وجماله وهشاشته وطراوته، شايفين حاجه كده جميله ويعني بتشرق من بره غاليه جدا. احنا هنعملها بابسط الامكانيات في بيتنا، مفيش حاجه هتقف معانا بعد كده، اي حاجه هنحب نعملها هنعملها في اي وقت. معايا دي متعدد الاستخدامات، هاخد منه 4 كوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه بالمعيار ده، كوب المعياري 200 جرام لكل كوباية او 220. وهبدأ كده انزل في بولة وهنخله طبعا نخلة كويسة لان النخل بيساعد على هشاشة العجينة معايا. شايفين حبايبي 4 كوبايات بالشكل ده، وهقولك المكونات الجافة بنحط ايه والمكونات السائلة هنستخدم ايه. حاجة سهلة وبسيطة وهتعمليها بأبسط وسيلة ومش هتاخد منك مجهود ولا وقت ولا اي حاجة، وجربوها لاولادكم حاجة جميلة بصراحة. نزلت بذرة ملح على دي بعد ما نخلته في بولة كده وهنزل بيه، ومعايا معلقة كبيرة من معلقة صغيرة هرمية من البيكنج باودر، برضو ديت تركة حلوة بتديني تيست حلو العجينة بتاعتي. وطبعا من التركات الحلوة اقول لكم عليها، كملوا بس الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على علامة الكل عشان تشوفوا كل فيديو جديد احنا انا بعمله. شايفين حبايبي كيس الخميرة ده، بنزل كيس خميرة فورية وبنزل عليه ب3 معالق من السكر كبار، وبقلب كويس جدا بنص كوبايه من الميه الدافيه. وطبعا ده بسيبه على جنب حوالي 10 دقايق بيبدا معايا يتفاعل الخميره بتاعتي، اهم حاجه فيها انها تتفاعل معايا. بدات ده سبته كده على جنب، غطيت الخميره بتاعتي بعد ما قلبتها وهسيبها حوالي 10 دقايق. في اثناء ما انا سايباها ال10 دقايق ببدا بقى اجهز مكوناتي وهقول لكم هعمل ايه. سبتها دي خلاص كده كانت خلص 10 دقايق، ببدأ بقى انا مجهزة حوالي 2 كوباية مية، ممكن استخدمهم كلهم ممكن ما استخدمهمش، وهنزل بكوب من الزبادي على العجين. هقولك برضو الزبادي ليه، وهقولك برضو لو حابة تستخدمي اللبن ليه. برضو لو حابة تستخدمي اللبن مش هيقول لأ وهيبقى جميل برضو معاكي، بس هي الزبادي بتدي هشاشة شوية للعجين وبتخليها معانا هشة وفيها رفعة كده شوية زي عجينة الكيك. التركاية الحلوة اللي نزلت بيها دي هي معلقتين صغيرين من الخل او معلقه كبيره من الخل و3 معالق من الزيت كبار، بنزل بيهم كده على العجين. طبعا انا لسه ما عجنتش، انا نزلت بيهم بالشكل ده، المهم ان انا اقلب مكوناتي بمعلقه في الاول بعد كده هنزل اعجن بايدي. انا طبعا ما بعجنش بجوانتي ولا حاجه يا جماعه، ما حدش استغربني، انا بعجن عشان احس العجينه بايدي واعملها وتبقى معايا كويسه واقدر ان انا اعجنها ما يطلعش جوانتي من ايدي. بدات كده هنزل بايدي زي ما انتم شايفين، هحط الميه بتاعتي تدريجيا وهعجن عجينتي. المهم ان انا تطلع معايا ملسه وطريه، ما تكونش فيها ناشفه، لان العجينه دي لازم تكون طريه جدا، تكون يا دوبك بتلزق كده بسيط، لان العجينه دي بطريقتها لازم تكون طريه جدا عشان تديكي احسن نتيجه زي عجينه يعني شفتي كانك داكلي كيكه كده. شايفين حبايبي عجنت بنزلت بالميه بتاعتي بالخميره وهنزل اعجن وهزود تدريجيا. انا طبعا ما بانش في الفيديو قوي بس انا برضو عجنت وما حبيتش اطول عليكم. المهم ان انا مش هتعدى الكوبايتين، ممكن اخد اقل منهم، يعني هو نص كوباية المية اللي على الخميرة وحوالي 1.25 كوباية كده استخدمتهم مية مع الزبادي، فهي تديني طراوة وتديني مش كل العجين بياخد كده وسي يعني سي منه او حاجة منه. بدأت كده بالشكل ده هسيبها تختمر حوالي 1.25 ساعة، معايا طبعا مكونات الكريمة بتاعتي فانيليا وكوب سكر بودر، معلقتين كبار من اللبن البودر، معايا فانيليا، نص كوب لبن عادي، لو معاكي معلقه عسل كلوكوز عادي، معلقتين من الزبده،
المهم كل المكونات اللي عندك اللي تنفع للكريمة بتحطيها. حابة تعمليها ممكن بالجبنة الكيري وموجودة عندك، مفيش مشكلة، جبنة نستو تمشي فيها برضو وهتبقى جميلة. ببدأ أعمل برضو بعد ما عملت الصوص بتاعي اللي هو الكريمي، هبدأ أنزل بكوباية من السكر على النار في طاسة أو في كزرولة أي حاجة، وهبدأ أسيب السكر يلم من الجناب لوحده كده، وبعد كده أبدأ أقلب فيه، وكوباية وكوباية ومعلقتين نشا، كوباية مية ومعلقتين نشا هنزل عليهم، هيطلع معايا الصوص كده بالشكل ده. خلاص كده رفعت الصوص من على النار وهسيبه يبرد في التلاجة، وهبدأ العجينة بتاعتي هتكون اختمرت، قعدت ساعة الا ربع بالظبط. هبدأ افردها زي ما انتوا شايفين على شكل مستطيل، المهم ان هي تتفرد معايا على شكل مستطيل لان الوصفة عايزة كده. حاولي بقدر الامكان تخليها معاكي مستطيلة، لان هي الرول عشان يتلف معاكي يبقى مظبوط ويطلع 100%. بدأت كده بإيدي في الأول، بطلت العجينة بتاعتي جدا، المهم ان انا ما اشتغلش باي نشابه او اي حاجه الا ما اخلص فردها بايدي الاول عشان اسوي العجينه ما تكونش مكلكعه من ناحيه وناحيه لا. وهبدا اساوي كده من الجناب بالعرض بالطول وهكذا لحد ما تطلع معايا مظبوطه، وسمكها ما يكونش برده رقيق ولا تخين، يكون يا دوبك ايه 1 ملي كده او اقل شويه، يعني 1 ملي تقريبا. المهم ان يكون العجينه مش معايا مفروده كويس جدا. بفردها طبعا على المفرش بالشكل ده وحاطه دي تحتها، طبعا ببدأ كده نشبه برضو بتكون مدهونة دقيق، المهم ان هي ايه ما بتلزق معايا، بس ما خمرت وبدأت نزلت بيها بالدقيق ما بقت جميلة معايا وبتفرد بكل سهولة، وده دليل ان هي اختمرت كويس جدا ومرتاحة معايا كويس جدا. هبدأ افردها وبتفرد وما شاء الله عليها، كده العجينة ناجحة معايا و100%. ببدأ كده انا فردت عجينتي مستطيلة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص بقى ببدأ اجهز المكونات اللي انا هدهن بيها العجينة. انا معايا معلقتين زبده كبار بحراره الغرفه، دول اللي هبدا انزل عليهم في على العجينه اسويها بيها، وهنزل بحاجات تانية مكونات تانية دي اللي انا هحطها، هي دي عجينه اللي هي مكونات السينابون، معلقه من الكاكاو كبيره على 3 معالق من السكر او 4 معالق من السكر، نص كوبايه يعني، ومعلقتين قرفه. هقلب كل مكوناتي كده في حاجه واسعه، وطبعا عشان اخد بالمعلقه منها بسهوله، وهنزل بقى على العجينه بتاعتي اللي انا فردتها او الرول اللي انا فردته. هبدأ كده ادهن الاول بالزبده كل الجوانب زي ما انتم شايفين، افرد على العجينه كلها، المهم ما يكونش مكان فيه ومكان مفتوح. بدات كده خلاص فردت الزبده بتاعتي على الرول بتاعي اللي انا هلفه لحد ما خدت كل حته في العجينه تدارت بالزبده، وهبدا انزل بقى بالكاكاو على القرفة على السكر بطريقه كده، يعني افرشه كده فرش كده عليها، وهسيب حوالي سنتي او 2 سنتي من طرف العجينه، ده بيفرق معايا ان انا لما باجي الزقها ما بيكونش معكوك مثلا او في قرفه او سكر فيخلي العجينه بتاعتي كلها مبهدله، لا بيلزقها كويس وبيبقى خلاص كده الرول بتاعي اتلف كويس. كمان بدات كده خلاص بدات كده نزلت بالسكر والقرفه والكاكاو وسبت برضو الواحد سنتي او 2 سنتي اللي انا هلزقهم في الاخر بالشكل ده. هبدأ كده همشي على العجينة بتاعتي بالراحة خالص، ارشرش كده المسحوق اللي انا عاملاه ده لحد اخره خالص بالشكل ده، احاول اضغط بالمعلقة خفيف خفيف كده لحد ما يلزق فيها الكاكاو والقرفة والسكر، شايفين؟ هبدأ كده لحد ما اخلص خالص والف بقى الرول بتاعي بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. طبعا مش هينفع اعمل بايدي لان انا هلف العجين بايدي، فهي ايه هيبقى العجينه كده من بره كلها كاكاو ومش هتبقى مظبوطه. هبدا كده الف بقى الرول بتاعي بالراحه كده من الطرف اللي هو الفاضي بالشكل ده، والف طبعا من الطرف ومن النص، الطرف ومن النص، ايدي على الطرفين ومن النص في نفس الوقت، من الطرفين ومن النص في نفس الوقت لحد ما يتلف معايا الرول، ومية مية والله سهله وبسيطه ومحدش استصعبها يا جماعه. وبصوا يعني هي عايزه صبر كده وهدوء وانت بتعمليها، المهم ايدي ما تبقاش فيها كاكاو ولا قرفه وانا بلف عشان العجينه من بره ما تبقاش ايه فيها. بدات كده اقفل بقى، هبدا بالمفرش ارفع بالمفرش بحيث ان انا برضو ايدي ما ايه ما يبقاش فيها حاجه من الكاكاو، وهلزق بقى عجينتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقفل العجينه كده بالشكل ده واضغط عليها برضو بحيث ان هي ما تبقاش ايه مفتوحه خالص، متقفله من كل الجوانب. خلاص كده قفلتها، هبدا بقى اقول لك في التقطيع هقطعها ازاي.
انا طبعا جربت السكينه، ما حسيت ان السكينه بتلم العجينه، هي بتقطع وكل حاجه بس بتلمها، مش مدياني الخطوط بتاعه السينابون. بدات كده في صينيه هديناها زبده، انا دهنتها بحوالي معلقه زبده كده بايدي عشان الزبده تبقى واخده كل الاتجاهات بتاعه الصينيه، ما تلزقش فيها اي حاجه. وهبدا انزل، بص السكينه عملتها لي ازاي، لميتها. حبيت اوريكم السكينه واوريكم برضو الخيط بيبقى عامل ازاي. انا جاوزه 3 فتل كده مع بعض وعاملاهم بحيث ان انا اقسم العجينه بطريقه سهله. شايفين، اخد مقاساتها، اخد الاحجام كلها تبقى متساويه معايا، وابدا انزل بقى بالخيط واعملها. انزل من تحت العجينه زي ما انتم شايفين كده، ارفع العجينه بسيط وانزل بالخيط واخد المقاس وهم عامله. عايزه اتعلمي بسكينه او بحاجه وبعد كده تاخدي بالخيط، مفيش مشكله. انا عرفت المقاس واخدته بالطريقه. بدات كده خلاص هاخد العجينه بتاعتي كلها بنفس الطريقه ونفس الخيط برضو، بس المهم ان العجينه بتاعتي ما احاولش ان انا يعني يبقى المقاسات متساويه. شايفين شكلها، شايفين كل ده يطلع معاكي ما شاء الله ناجح وزي الفل. انت كده لحد دلوقتي الخطوات جميله وزي الفل وسهله وبسيطه وهتحبي تعمليها والله. شايفين كده، خلاص كده خلصت الرول. لو طلع طرف مش مظبوط ولا حاجه ما بحطهاش، بشيل الحته اللي في الطرف ما بحطهاش، او حابه تحطيها بطريقه ان انت تعمليها صغننه او حاجه مفيش مشكله. المهم ان هو خد عندي الرولات كلها جت بالشكل ده وخلي يعني بالحجم ده، والاربع كوبايات عملوا لي الكميه الجميله دي. شايفين حطيته على درجه حراره 200 في الفرن، 200 بالظبط، او من 180 حسب فرنك، هيديك اللون والقوام الجميل ده. بتاخد بالظبط تلت ساعه وبتطلع باللون الذهبي الجميل الخطير ده. شايفين الوانها وشايفين طراوتها، حاجه كده تحفه وجميله. انا بقى طلعتها سخنه كده، رشيت عليها الكريمه بتاعتي. بس انت حابه تحطي الكريمه وهي سخنه ماشي، حابه تحطيها وهي بارده، انا بحط الكريمه وهي سخنه وبعد كده بحط وهي بارده لما باجي اقدمها. وبحط صوص الكراميل بتاعي في كيس حلواني كده وببدا اوزعه زي ما انتم شايفين كده. حطيت كده في فضل معايا برده شويه، لو حابه احطهم في الاخر احطهم حسب ما انت بتقدمي للضيوف او بتقدمي لاولادك. ممكن تزودي الكريمه، تزودي الكراميل، عندك صوص شوكولاته ممكن حابه تحطيه، ممكن صوص زبادي مع قرفه مع سكر، ممكن تعملي صوص برده وتعمليه كده بنفس الطريقه بدل الكريمه. حاجات كتير قوي ممكن تعمليها. سينابون ليه يعني، ممكن تعملي له حاجات جميله وتركات جميله تخليه جميل معاكي. وشايفين ده بعد بقى ما خلصته، حابه ان انت تحطي عليه بعد كده بقى ما فيش مشكله خالص، هتقدميه بطريقه سهله وبسيطه وجميل، مش هياخد معاكي اي مجهود ولا اي وقت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وهنعمل ان شاء الله السينابون بطرق تانية كتير ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.